معنا على الهاتف الأستاذ وائل فايز الصحفي المتخصص في شؤون وزارة التنمية المحلية. برحب بحضرتك يا أستاذ وائل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة. يعني إحنا لسه بنقول يا هادي لسه العام الدراسي ما بدأش، ولكن يبدو أن السناتر مفتوحة من فترة، يعني من قبل بداية العام الدراسي بفترة، يعني لما نصل إلى غلق 5145 سنتر ده رقم كبير يعني، ولسه الدراسة ما بدأتش. يعني وجهة نظر حضرتك إيه؟ هو بالفعل يعني احنا طبعا على باب العام الدراسي الجديد، وعايز اقول لحضرتك ان طبعا بيبقى في المراحل الاعداديه والمراحل الثانويه للاسف كما هو معتاد في السنوات السابقه بيبداوا يجهزوا نفسهم من بدري، والسناتر بتعمل زي اعلانات ليها والكلام ده كله طبعا. فطبعا تم التحرك على الفور يعني قبل بدايه العام الدراسي باسبوع طبعا لتمشيط كل الاحياء، وطبعا نشوف كل الاحياء وكل المدن وكل الاماكن عشان نشوف هل في سناتر مفتوحه ولا سناتر شغاله ولا ايه. فطبعا بالمرور وبالحملات وبالمتابعات كان في تعليمات من وزير التنميه المحليه للساده المحافظين، وده بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم، بغلق اي سنتر مفتوح حاليا قبل بدء العام الدراسي. طبعا ده لاعاده الهيبه للمدرسه واعادتها لمكانتها وما الى ذلك، وفي اطار خطه تطوير التعليم اللي قائم عليها وزاره التربيه والتعليم. تمام. فمن خلال الحملات المستمرة طبعا بالمحافظات وبالأحياء وبالمراكز والمدن والكلام ده كله تم غلق 5000 زي ما حضرتك ذكرت وقلت، تم غلق 5145 سنتر دروس خصوصية. طبعا دي حملات طبعا تم تحرير المحاضر ليها، وتم تحويل المخالفين اللي هم القائمين عليها أصحابها إلى النيابة المختصة، وتم فصل الطلاب والكلام ده كله، في حين ان اي مدرس هيتم ضبطه داخل سناتر الدروس الخصوصيه ده هيكون التعامل معاه من خلال وزاره التربيه والتعليم هي اللي هتتخذ الاجراء بشانه. يعني هل تمام، هل في عقوبه يا استاذ وائل على الـ يعني الـ الـ ولا مجرد غلق وخلاص يعني؟ لا يا فندم، لا لا لا، العقوبه مشدده هذه المره. يعني احنا شايفين اجراءات جاده جدا من الدوله والحكومه طبعا لغلق هذه السناتر تماما، يعني ما فيش رجعه، يعني هذا الامر لن يتكرر، واي سنتر هيتم فتحه هيتم غلقه على الفور وتشميعه واحاله المخالف وتحرير محضر ليه واحاله المخالف، واحاله المخالف من النيابه المختصه. يعني كان في وقائع امبارح حصل في القاهره غلق سناتر دروس خصوصيه، وتم تحويل المخالفين دول للنيابه واخذوا 4 ايام حبس على ذمه التحليل. فالموضوع جد جدا. تمام. حضرتك شايف ان اولياء الامور ليهم دور في هذا الموضوع؟ لانه للاسف واحنا بنشوف ده الحقيقه على الطبيعه، اولياء الامور بيبداوا يحجزوا السناتر ويحجزوا الدروس الخصوصيه حتى من قبل الدراسه ما تبدا بفتره طويله. مش المفروض اولياء الامور يكونوا مقتنعين ان نظام التعليم الجديد، يعني السناتر مش هتفيد اولادهم زي ما قال معالي وزير التربيه والتعليم، علاوه على ان فعلا بدات مجموعات التقويه في المدارس يعني هتشتغل من اول يوم بتعليمات من معالي الوزير وبمبالغ رمزيه وباتخاذ الاجراءات الاحترازيه وباعداد قليله بالنسبه للطلبه والطالبات، والاماكن تكون مجهزه لهذه المجموعات. فاحنا عاوزين اولياء الامور الحقيقه برضو يساعدوا الاجهزه المعنيه سواء كانت وزاره التربيه والتعليم او وزاره التنميه المحليه، لان دورهم الحقيقه مهم قوي. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت كده وقلت ان الدور مهم جدا على وزاره التربيه والتعليم في الفتره الراهنه باقناع اولياء الامور والطلاب باهميه دور المدرسه وان هي لا غنى عنها، وفي نفس الوقت ان المدرسه هتديهم كل حاجه. زي ما حضرتك ذكرت كده ان من ضمن خطه التطوير هيبقى على هامش اليوم الدراسي في مجموعات تقويه باسعار رمزيه، اسعار بسيطه جدا لكل الطلاب، لمن يريد ان يتزود، لمن يريد ان يعني يكثف نشاطه مهاراته ينمي حاجات عنده، اي ماده هو محتاج فيها دعم ياخد فيها باسعار بسيطه جدا وفي متناول اي طلب وداخل حيز المدرسه. يعني انت ما تعرفش السنتر ده، حضرتك ما تعرفش السنتر ده مثلا هيبقى فيه ايه اللي بره ده، مين المدرس اللي هيدي الولد او الطالب ده هيديله ايه او ايه. وبعدين بيبقى فيه كمان زحام فيها، وبيبقى فيها غير مراعاه للاجراءات الاحترازيه طبعا في ظل الاحداث بتاعت كورونا دي الموجوده حاليا. فطبعا احنا بنقول منع التجمعات طبعا حفاظا على الطلاب وصحتهم من اي انتشار للاوبئه والامراض وفيروس كورونا والكلام ده كله. فطبعا ده يعني كان السيد رئيس الوزراء كان اصدر قرار 739 لسنه 2020 طبعا بغلق هذه السناتر تماما خارجيه دي تماما، اي نشاط خارج المدرسه ممنوع تماما.
تمام وحالة طبعا المخالف للنيابة المختصة. فطبعا ده احنا دلوقتي يعني الرهان على عودة دور المدرسة. ودي طبعا هيبقى فيه جزء كبير الرهان يا استاذ وائل على وعي المواطنين وعلى وعي اولياء الامور. الحقيقة انا من وجهة نظري يعني مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا، ان ولي الامر والاسرة هي العنصر الاهم في هذا الموضوع، لان طبعا ولي الامر لو الاسرة مقتنعين ان نظام التعليم الجديد السناتر مش هتنفع اولادهم، وان لازم الاولاد يرجعوا المدارس ومجموعات التقوية وتبقى تحت السيطرة في المدارس، أعتقد يعني هيبقى الموضوع صعب. هو طبعا يا فندم زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، يعني حتى النظام الجديد في الثانوية العامة دلوقتي ما بقاش فيه كتاب مدرسي، بقت المناهج بقت مختلفة دلوقتي، وبقى نظام التاب دلوقتي، وبقى نظام بحثي، وبقى نظام بيعود الطالب على الاطلاع أكثر وعلى البحث أكثر وعلى الاجتهاد أكثر أكثر من النظام التلقيني القديم المعتاد. فطبعا حتى الكتب الخارجية دلوقتي ما بقاش ليها دور في المراحل المختلفة زي الثانوية العامة دلوقتي. فالنظام الجديد ده يعني يتطلب من الطالب ان هو يركز اكثر في مدرسته، لان السنتر دلوقتي ما عادش هيديله النظام المقرر المعاد، المناهج اللي كانت قبل كده محددة وواضحة، دي ما عادش فيه الكلام ده دلوقتي. وما عادش فيه دلوقتي زي ما وزير التعليم ذكر ان ما عادش فيه هدفي مجاميع 100% والكلام ده كله. يعني اكثر مجاميع هتبقى في الثمانينات والحاجات زي كده هي اللي بتدخل. نرجع زي زمان بقى يعني. هو ده الوضع الطبيعي. فعلى ولي الامر الا يقلق، على ولي الامر ان يراعي، على ولي الامر ان يعني يتدبر الامر، على ولي الامر برضه ان هو يحافظ على نفسه وعلى اسرته وعلى اولاده. ولده ده مش عارف هو رايح فين، السنتر ده هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه حد مصاب لا قدر الله بالكورونا. في نفس الوقت انت وزاره التربيه والتعليم دلوقتي فتحت لك، هتفتح لك قنوات دلوقتي فيها كل المناهج، تبث فيها كل المناهج، ومنصات الكترونيه تبث فيها كل المناهج في اي وقت، متاحه للطالب في البيت في اي مكان هو موجود فيه. علاوه على ان المناهج هتكون متاحه على المنصات الالكترونيه التابعه لوزاره التربيه والتعليم، يعني الشرح هيكون متاح للجميع. بالظبط كده يا فندم، انت معاك الكتاب بتاعك في التليفون بتاعك الشخصي بتاعك، بتفتح عليه اي درس اي ماده، بتلاقي فيه الداتا اللي انت عايزها اللي محتاجها، الكلام ده كله دروس خصوصيه هتبقى موجوده معاك في البيت من خلال القنوات المتخصصه التعليميه المتخصصه عندك، يعني كل الخدمات دي هتبقى متوفره لك وموجوده بكثافه. فانت مش محتاج ان انت تروح سنتر وتدفع فيه فلوس مبالغ طائله. ودلوقتي للاسف كان في السنوات السابقه كنا بنشوف الاسر بتوفر من يعني من مصاريفها الشخصيه والكلام ده كله، وبتعمل جمعيات عشان تدخل تدي اولادها دروس خصوصيه والكلام ده كله بمبالغ رهيبه جدا وميزانيات يعني مهوله. فده كان بيستند في الاسر في السنوات السابقه. فاعتقد ان هو انت لو انت حريص على ابنك او عايز مثلا تزوده شويه ممكن تديله مجموعات تقويه في المدرسه. في المدرسه طبعا. في ظل اجراءات احترازيه احنا شايفين ان المدارس دلوقتي في الخطه الجديده دلوقتي بتقسم الفصول لمجموعات، والفصل عدده وفي تباعد اجتماعي، والعدد لا يقل مثلا لا يزيد عن 20 25 طالب في الفصل. طبعا ده كله مراعاه للاجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا والكلام ده كله، وفي تطهير وفي تعقيم في المدارس طبعا، وفي رقابه، اهم حاجه الرقابه وتحت السيطره. علشان كده يا استاذ وائل انا بقول لحضرتك الرهان الحقيقي على وعي الاسره المصريه واولياء الامور في هذا الموضوع. بالظبط كده. واعتقد ان اولياء الامور هيلمسوا هذا في اول اسبوع او اسبوعين في الدراسه ان شاء الله، لما يلاقوا الدنيا كويسه في المدرسه بتاعتهم، وفي اهتمام وفي متابعه وفي مشرفه وفي دائره صحيه. تمام. وفي يعني اهتمام بصحه الاولاد بشكل كبير ومكثف. فاعتقد ان ده هي برضه هيدي رساله اطمئنان لاولياء الامور اكثر، وعوده دور المدرسه والتاكيد على اهميتها طبعا في غنى عن، وممكن في غنى تماما عن هذه السناتر الموجوده اللي بتستنزف في الاسر تماما طوال السنوات السابقه يعني. ان شاء الله. طب سؤال اخير يا استاذ وائل بعد اذنك، يعني اخبار استئناف نشاط البناء ايه، وبالنسبه للتصالح وصلنا لفين؟ طبعا يا فندم انا عايز اقول لك ان مخالفات البناء دلوقتي صفر. مخالفات البناء يعني في الفتره الجديده دي ما عادش فيه مخالفات بناء تماما طوال الشهور الماضيه، يعني وضع طبيعي. طوال الست شهور الماضيه لم تسجل حاله مخالفه بناء جديده واحده. دي حاجه رقم واحد. رقم اثنين، احنا عندنا دلوقتي يعني تعدينا المليون و800 ألف حالة تصالح، طلب تصالح دلوقتي. يعني عدينا تجاوزنا ال 11 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح. في نفس الوقت احنا شايفين ان المحافظات في اقبال كبير جدا في المحافظات، يعني شايفين البحيرة، شايفين المنوفية، شايفين في تسابق يعني بين المحافظات في الأليوبية في القاهرة، شايفين في كل المحافظات شغالة في طلبات التصالح في تلقي طلبات التصالح يوميا، وفي تيسيرات للمواطنين، وفي ان وفي
تعليمات من وزاره التنميه المحليه كل الوحدات المحليه القائمه على قبول طلبات التصالح بقبول اي طلب تصالح، باستلام اي طلب تصالح بطريقه البطاقه فقط حتى. تمام. يعني تيسيرا للمواطن. طبعا تيسيرا على المواطنين. وبعد كده المواطن يستكمل الاجراءات اللي هي المستندات المطلوبه والاوراق المطلوبه لاحقا في وقت لاحق. طبعا واحنا شايفين ان في اقبال كبير جدا من المواطنين، وشايفين ان في تيسيرات وفي تخفيضات في المحافظات في الاسعار برضه، اللي هي قد تكون الناس بتشتكي ان في اسعار مبالغ فيها في سعر المتر في الصاله، فبرضه ده في كل مخالفات البناء بيتم قبول طلبات التصالح ليها. بس انا عايز اوضح نقطه بس عشان برضه ناس كتير بتسال فيها، هل الوحدات المحليه هي اللي بتبت طلبات التصالح ولا لا؟ لا طبعا لا. الوحدات المحليه او المراكز التكنولوجيه عموما اللي هم اكثر من 300 مركز تكنولوجي بتتلقى الطلبات فقط. هو بس بيستلم الطلب من طبعا. حضرتك بيستلم الطلب من حضرتك التصالح بعد ما تنزل لجنه وتشوف الوضع وبعدين تقرر يعني. وحضرتك بتسدد له جديد التصالح، وبعد كده ايه طبعا لجنه المعاينه زي ما حضرتك تكرمت وذكرت، لجنه المعاينه او لجنه الفحص هي طبعا. اللي بتقوم لجنه المعاينه والفحص دي من خارج الاحياء تماما، باستشاري هندسي ودكتور من كليه هندسه وعضو من الداخليه طبعا عشان يتاكد من الحمايه المدنيه والكلام ده كله، وحد تاني متخصص. فاعتقد ان اللجنه محايده تماما، واللجنه بتنزل على الطبيعه وبتشوف ضبط القانون رقم 17 لسنه 2019 قانون التصالح، بتشوف كل الاجراءات هل تنطبق على هذا المبنى ولا لا. في حاله انطباق هذه الاشتراطات طبعا بيكون في اسعار التصالح بتكون محدده، طبعا كل حي محدد، كل المناطق محدده حسب المنطقه مدى حضاريه المنطقه، مدى اتساع الشارع، مدى الخدمات المتوفره للمواطن. تمام. وبيتم مراعاه البعد الاجتماعي، وتم مراعاه البعد الاجتماعي، وزي ما شفناه قبل كده شفناه ان السعر في المتر في القريه بقى ب 50 جنيه. 50 جنيه طبعا بعد تدخل سياده الرئيس. تمام. بعد رئيس الوزراء ده طبعا اقره، يعني طبعا ده تخفيفا للمواطنين طبعا وتسهيلا عليهم، وفي نفس الوقت مراعاه البعد الاجتماعي بقى كل القرى دلوقتي المتر السكني بقى التصالح بقى ب 50 جنيه في القرى، وفي الاحياء شفنا في الاحياء المتوسطه والاحياء البسيطه برضو الاسعار يعني اعتقد بعد كده استاذ وائل نقدر نقول وداعا للمخالفات، وداعا للعشوائيات، وداعا للفوضى الحقيقه اللي كانت موجوده في المجتمع المصري. يا فندم انت دلوقتي كمان دلوقتي الحكومه دلوقتي بتحكم حاليا على وضع اشتراطات بنائيه وتخطيط. طبعا طبعا يا فندم طبعا وهيبقى فيه كود لكل منزل وعقار، وهيبقى فيه زي بطاقه شخصيه كده، بطاقة رقم قومي لكل مبنى. تمام. بشكرك بشكرك جدا الأستاذ وائل فايز الصحفي المتخصص في شؤون وزارة التنمية المحلية.